استاذ نعناع ازيك؟ كان نفسي اطمن عليك. قمر، انت قمر؟ ايوه قمر. مالك في ايه؟ عينيها بقت حمرة، شعرها بقى مكتكت، وشها بقى عليه غضب ربنا من كتر المشي الوسخ اللي بتمشيه. يا عربي مالك يا استاذ نعناع؟ باين عليك تعبان. تعالى تعالى ارتاح عندنا لحد ما ارجع. اتفضل 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 يا استاذ نعناع، بقالك كتير ما اكلتش من ايدي فلوس. اتفضل اتفضل، لك شاي ولا قهوة ولا ينسون؟ أي حاجة يا قمر، أي حاجة. يبقى هعمل لك شاي. ثانية واحدة. قمر يا قمر. بتاخدي كام؟ اقل من 200 جنيه ما ينفعش. والله تستاهلي. الاقي بقى ورايا شغل. ازيك يا نعناع يا ابني؟ ازيك يا حاجه؟ ما شاء الله ما شاء الله، وشك نور كتير عن زمان. يوجتك ايه يا نعناع يا ابني؟ دايما تتريق على نفسك كده وكانك شايف. لا قولي لي يا حاجه. ايوه. ايه اللي انا ماسكني؟ دي مكنة خياطة اشتريتها قمر عشان تاكل عليها عيش بدل بهدلة المشغل ورجوعها متأخر بالليل. اخبته ليه بس من الاول؟ يعني هو الشغل عيب؟ ما انت عارف يا ابني محدش بيسيب حد في حاله. وعلى كده قمر بيجي لها زباين كتير، كلهم ستات حلاوي ومعاهم رجالتهم، مراكز كبيرة. اصل قمر ايدي هتتلف في حرير. الشاي يا استاذ نعناع. سامحيني يا قمر، مش عايزك تزعلي مني. وازعل منك ليه بس؟ انا الظهر تعبان شويه وعايز اروح استريح. طب مش هتشرب الشاي؟ بعدين بعدين يا قمر. استاذ نعناع. ايوه يا قمر. استنى لما اوصلك. لا ما في داعي تتعبي نفسك، انا عارف الطريق كويس، استريح انت. مع السلامه. اللي وقفك هنا؟ ما هي دي المستشفى اللي شغاله فيها بوسي. على مالك يا استاذ؟ هي دي المستشفى؟ ايوه يا استاذ. في ايه؟ وبوسي ممرضه في المستشفى دي؟ ورديتها خلصت وزمانها خارجه. تعالي معالي النادي يا سامية، أنا محتاجك أوي. الوقت بكرة. بكرة؟ بكرة إيه؟ هو كل ما الراجل ده يجي بالحتة دي تقولي لي بكرة؟ ده خطيبي يخرب بيتك يا نفسي. ماشي يا بنت لوكس ماشي. مدة عقود الأرض؟ بكرة بكرة. مساء الخير يا نعناع يا حبيبي. أنت بوسي؟ أيوة يا نعناع يا حبيبي. أنت ملاك الرحمة. في ايه يا نعناع؟ تضحك على ايه يا نعناع؟ بضحك على خيبتي، على روحي. بضحك عليك لما عرفتك على حياتك. ونعمة كنت عندي اطهر بكتير، يا ريت ما كنت فتحت، يا ريت ما كنت فتحت. نعناع هو حد يجي جنبي؟ مش عايز اشوف وسط حد فينا. فارس هو انت؟ انت بتطلع لي منين؟ هو انت؟ انت اللي بتطلع لي منين يا حاج؟ سامحني يا ابني والله ما شفتك.
ده أحسن حاجة في الدنيا إنك ما تسوفش. أنا كمان مش سايف. هو أنت كنت بتشوف؟ آه، ورجعت تاني ما بسوفش. اللهم صل على النبي، الحمد لله ما بسوفش. أنت فرحان إنك ما بتشوفش؟ طبعا فرحان إني ما بسوفش. هتشوف إيه في الدنيا دي غير كذب وخداع وناس بتضحك على ناس؟ كله بيكذب على كله، كله بيكذب على كله. العمى أرحم بكتير، العمى أرحم بكتير، العمى أرحم بكتير. أقسم برب العز أرحم بكتير، وعز جلالة الله أرحم بكتير، والمصحف الشريف أرحم بكتير، والله العظيم ثلاثة أرحم بكتير.